مرحبا حبيبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم حلو كتير سهله وسريعه وما بتاخد وقت بالتحضير. بهيدا الشكل الحلو لذيذه وكتير حلو صيفي وطيبي. بهيدا الشكل لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا 350 ميلي مي مغلي وظرف جيلي أخضر. عنا نعمل الجيلي ندوبهم بالمي. بحركهم منيح لحتى يدوب الجيلي. انصحكم النصيحة، استعملوا الجيلي النباتي، ما تستعملوا الجيلي الحيواني، عشان النباتي دغري بيجمد نص ساعة وبيجمد، الحيواني بده أقل شي 5 ساعات وأحيانا بيطول ليلة كاملة ليجمد الجلد الحيواني. بس دابع عنا جلي، هلا بدي أحطهم بأكواب. ممكن إذا بتحبوا حطوهم بصينية، ما في أي مشكلة. بعد ما حطيتهم بالأكواب بهيدا الشكل، هلا بحطهم بالبراد نص ساعة. بعد ما تأكدت انه الجلي جمد منيح وصار بهيدا الشكل، هلا بدي كفي انا وياكم. عنا هون كوبين حليب، 500 ميلي حليب، كمان ملعتين طعام كاستر، ملعقة طعام سكر، وعنا 4 حبات كيوي قشرتهم وقطعتهم بهيدا الشكل. بحط السكر الكاستر وبحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الكاستر. انا عم بعمل كميات كتير صغيرة، يلي بحب اكتر بيضاعف الكمية. بلش الخليط يشتد عنا، بستمر اكيد بالتحريك. بس جمد عنا الخليط بهيدا الشكل، هلا بطفي الغاز. حطيت الكيوي ورجعت حطيت الكاستر. هيدا المشهد ما ظهر بالفيديو، حطينا الكيوي ورجعت حطيت الكاستر. شايفين كيف؟ عفوا بعتذر منكم، هيدا المشهد ما ظهر بالفيديو. هلا برجع بحطهم بالبراد حوالي نص ساعة ليجمد منيح الكاستر ويبرد. هيدا الحلو بعد ما بردت منيح بالبراد. عنا فستق حلبي بس للزينة منظر، برش بهيدا الشكل. هيدا الحلو اللي عملته أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي أحبابي.